مشاهدينا الكرام، السلام عليكم. أشاد المحلل الرياضي المصري خالد بيومي بأكاديمية نادي الرجاء الرياضي معتبرا إياها من أضخم الأكاديميات في إفريقيا، ومشيرا في نفس الوقت أنها دليل على نجاح الفريق وسط المنظومة الكروية في القارة السمراء. وغرد بيومي على حسابه في تويتر أكاديمية الرجاء واحدة من أكبر الأكاديميات في إفريقيا وهي دليل نجاح لمنظومة إفريقيا، وتابع قائلا إنها تسير بخطى ضخمة ومنتظمة في كرة القدم الإفريقية، برافو للمسيرين وديما راجا. ورد على تغريدته المعلق الإماراتي علي السعد الكعبي حيث قال: من هنا تبدأ قصة النجاح، من الأساس، من بيئة متكاملة، من الإيمان بأنه للوصول للقمة لابد من أرضية صلبة تمهد الطريق لصناعة نجم الغد. وأضاف في قوله: كم نادي عربي خطى خطوة كهذه، خطوة لا تملك إلا أن تصفق لعقلية وفكر رئيس الرجاء المغربي.